هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى وفاه اليقين، وهو في 63، فعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، معشر المسلمين والمسلمات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. لازلنا أيها الإخوة والأخوات بتوفيق من الله وعونه نتناول هذه المجموعة من الدروس التي نرمي من خلالها إلى تدبر معاني القرآن العظيم وفتح أبواب هذه المدرسة التي كتب على عنوانها الكبير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لأننا نؤمن قطعا بأنه لا يمكن لإنسان يدعي أنه يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن أو حتى يجيد ترتيله وتجويده ثم هو لا يفهم معانيه. لا يمكن أن يدعي إنسان بأنه سينتفع بهذا القرآن، لأننا قرأنا في القرآن الكريم بأن الله عز وجل ذم على مجموعة من اليهود، وأحسبها ليست مجموعة من عامة الناس ودهمائها، وإنما هم قادة الفكر وقادة العلم عندما حملوا التوراة لكن لم ينتفعوا بها، فوصفهم الله وصفا شبيها بذلك الحمار الذي يحمل الحجارة ويحمل الذهب فلا يفرق بين الأمرين، ذلك لأنه لا يعقل. فقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة، لاحظ كأنك تقول مثل الذين حملوا القرآن، ونحن عندنا حملت القرآن، يقال مثلا فلان يحمل القرآن، حامل لكتاب الله. ما معنى حامل؟ ليس المقصود يحمله في محفظة، وإنما أناجيلهم في صدورهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى كتب أو كتاب الله عز وجل تحمله أفئدة أصاغر المسلمين فضلا على أكابرهم، وفي ذلك معجزة من معجزات هذه الأمة، كما يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات، يقول فإن هذا القرآن معجز، ويقول لو أن أحدا نخر منه حرفا زيادة أو نقصا لانتصب له آلاف أصاغر المسلمين يدافعون عنه ويفضحون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهدين. إذن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع صفر، والصفر هي تلك المجلدات الضخمة التي كتبت فيها التوراة، فكان يحملها الناس ربما حتى على الدابة لثقلها. ولكن هل يعقل هذا الحمار أو البغل أو أي حيوان أن فوقه كلام الله، فوقه كتاب مقدس بالتعبير النصراني الكنسي؟ لا يعلم. فسبحان الله العظيم، ربنا في القرآن الكريم كثيرا ما يقول لنا ولا تكونوا كالذين من قبلكم، لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم. دائما القرآن يحذرنا، ومن بيان
فوائد القصص القرآني أن الله عز وجل إنما يذكر لنا قصة حتى نأتي على جوانب النفع فننتفع، ثم نأتي على جوانب الضرر فنجتنب الضرر. ولهذا كانت هذه الدروس أيها الإخوة والأخوات من أجل هذه المنفعة بالذات وتحقيق هذا الهدف. قد يقول قائل منا أننا لا نستطيع أن نتدبر القرآن بالمعنى الذي تشير إليه في المحاضرة، فنحن لسنا علماء لغة عربية، لسنا علماء علوم قرآن، لسنا مكلفين بأن نفسر القرآن، فنحن لسنا علماء. أقول إن ثمة حد أدنى من التدبر، هناك حد أدنى من التدبر، ثم يتبع الحد الأدنى من التدبر بماذا؟ بقوله تعالى فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المرفوض شيء واحد، المرفوض هو قراءة القرآن دون أن يفهم، هذا مرفوض. ولا يمكن أن ينتفع إنسان يقرأ القرآن دون ماذا؟ دون أن يفهمه. اليوم نتكلم في هذه المحاضرة على صورتين عظيمتين، صورتين عظيمتين. قبل أن أذكر هاتين الصورتين أقول أن الأمة تعودت في تاريخها على أنها تمارس الرقية، الرقية الشرعية، والرقية الشرعية ثابتة في القرآن العظيم، ثابتة في هاتين الآيتين أو الصورتين عفوا، في هاتين الصورتين العظيمتين، وثابتة بأن الرقية من معانيها التعوذ، من معانيها التعوذ، وهو ثابت في القرآن قبل أن يكون ثابت في السنة. ثم إذا جئنا للسنة نجد بأن الرقية الشرعية ثابتة أيضا في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. في آخر ما دون في المصحف الشريف نجد صورة الفلق، ونجد ماذا؟ صورة الناس. وأريد اليوم بنظرة تدبر أن ننظر في هاتين الصورتين ونستخلص منهما مجموعة هائلة من الفوائد تجعلنا وكأننا نسمع الصورتين لأول مرة. أولا من الأمور التي وردت أن ابن مسعود كان لا يرى بأن صورة الفلق وصورة الناس من القرآن، ولهذا جلس مدة لم يدونها في مصحفه. ولهذا عندما أراد الخليفة المنصور بأمر منه أن يلزم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة بأن يكتب كتابا، فقال له يا إمام وطئ علمك للناس فاكتب كتابا تجنب فيه تشددات ابن عمر وتساهلات ابن عباس وشواذ ابن مسعود، فكان من شواذ ابن مسعود هذه القضية. الرواية تقول أن ابن مسعود لم يبقى على هذا الرأي، لم يبقى على أن المعوذتين ليس من القرآن أو ليستا من القرآن. فيما بعد كان على رأي ماذا؟ على رأي الجمهور. لكن ما الذي جعله يعتقد أنهما ليس من القرآن؟ أنه كان يعتبرهما من الدعاء، يعتبرها من ماذا؟ من الدعاء، لأنها مرتبطة أساسا بالرقية ومرتبطة بماذا؟ بالدعاء. أولا سورة الفلق، لو تأملنا في سورة الفلق ثم تأملنا في سورة الناس حتى نعطيها عنوانين. سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تعوذ من خمسة أمور، لاحظوا التدبر الأول الذي نبدأ به. إذن أنا أقرأ السورة فأقول أتعوذ في سورة الفلق من خمس أمور أو خمسة أمور، لكن عندما أقرأ سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فما الفرق بين السورتين؟ أولا عنوان السورة الأولى
إنما هو التعوذ من المصائب. سورة الفلق تعوذ من المصائب التي يأتي بها الزمن من طلوع الفجر إلى غسق الليل وما بينهما وما في الخلق من شرور. فإن الله خلق الناس على أشكال متنوعة، فمنهم من هو راشد عاقل ومنهم من هو فاجر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الخلق ليس على درجة واحدة سواء من الصلاح أو من الفساد، ولهذا سورة الفلق جاءت في عنوان واضح هو التعوذ من المصائب. أما سورة الناس فهي سورة للتعوذ من المعايب. من معايب ماذا؟ من معايب النفس. إذن الأولى تعوذ من المصائب، سورة الثانية تعوذ من المعايب. هذه الفائدة الأولى في التدبر. الفائدة الثانية، نتعوذ من المصائب فنقول قل أعوذ بربي فقط. لاحظ قال قل أعوذ بربي وبعدين الفلق، ثم جاء بالخمسة أمور التي سنشرحها نتعوذ منها وهي مصائب الزمن. عندما تكلم على عيب النفس وليس على مصيبة النفس، عندما تعوذ من المعايب، انظر ماذا قال، قل أعوذ برب الناس، هو سبحانه ملك الناس، هو نفسه سبحانه إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. المعنى وكأن الله عز وجل وهو الأعلم بمراده يعدل بين ما يأتي به الزمن من المصائب الخمس، يعدل كل هذا بمصيبة واحدة وهي وسوسة الشيطان للآدم في صدره، حتى تعلم بأن أعظم مصيبة وأعظم عيب إنما هو عيبك مع نفسك حين لا تستطيع أن تقهرها. ولهذا فيه أديب معروف ديل كارنيجي، هذا عاش 37 سنة كما تعلمون في نيويورك، والناس الآن تؤلف رسائل في فكره، عنده كتب كثيرة من بينها كتاب دعي القلق وابدأ الحياة. يستدل مولانا فضيلة الشيخ الغزالي رضي الله عنه في كتاب جدد حياتك بعد أن قرأ كتاب ديل كارنيجي Left Stress and Start Your Life، دعي القلق وابدأ حياتك، يستدل بهذا الكتاب فيكتب كتابا أروع منه بعد أن قرأ كتاب الغير مسلم ديل كارنيجي، فيكتب كتاب سماه جدد حياتك. ماذا يقول في هذا الكتاب نقلا عن ديل كارنيجي؟ يقول لئن تنتصر على نفسك، لاحظ، لئن تنتصر على نفسك أعظم من أن تفتح مدينة. واضح؟ فيأتي هذا المعنى، هذه الجملة، لئن تنتصر على نفسك أعظم من أن تفتح مدينة، تأتي هذه الجملة متناسبة تماما مع سورة الناس والتي فيها تعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر النفس. واضح؟ وهذه في غاية الأهمية. الفائدة الثالثة ونحن نتدبر أن سورة الفلق هو تعوذ من المصائب. هذه المصائب الخمس هي عبارة عن مصائب تحل على الإنسان طاردة تهل عليه دون إرادة منه، بمعنى أنها ليست أفعال إرادية يتسبب فيها الإنسان، وإنما يهجم عليه الزمن بها فيقذفها على أم رأسه. واضح؟ أنت تمشي تريد صلاة الفجر فإذا بكلب مسعور يأتي إليك من شر ما خلق، فإذا بقاطع طريق يقطع عليك الطريق ويختطف منك سيارتك من شر ما خلق، إذا بحاسد لا يقول ما شاء الله لولا إذ دخلت جنتك قلت ها
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يدخل فإذا به يحسدك على أم أولادك، على أولادك، على جمال دارك، إلى نحو ذلك. أما صورة الناس فإنها تتحدث تعيينا على عيب إرادي يتحمل وزره الإنسان الذي لم يذكر الله عز وجل، هو شر مغمور في نفسه العليلة المريضة، فعل إرادي. ونحن أيها الإخوة أيها الأخوات، لو تدبرنا في كل ما يرميه الزمن لوجدناه أهون بكثير من نفوس مريضة. فعندما تعتل النفوس وتسقم بالأضران النفسية والأمراض، فإن الزمن يكون حينها أرحم. والدليل على ذلك حين يقول المتنبي: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. عندما يموت لك الحبيب مثلا، يأتي من يقول لك اصبر اصبر، وتحس بأن العادل والعدل سبحانه أخذ أمانته، فتصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن عندما يضربك ويؤذيك من لحمك ودمك وعرقك وجنسك ودينك، هنا تحس بالألم الشديد، تشعر بأن لؤم هذا في نفسه أشد عليك مما جاء به الزمن. نعم، هذا أمر واضح في حياة الناس. الأمر الآخر أيها الإخوة أيتها الأخوات، لاحظ أن القرآن العظيم أحيانا يشير بكلمة واحدة، سواء أكانت هذه الكلمة فعل أو اسم، يشير إلى علم من العلوم. وستستغربون أيها الإخوة عندما نستنبط هذه الفائدة. قل أعوذ، أولا فعل أمر في القرآن العظيم التعوذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لم يقل إذا شربت الخمر فاستعذ بالله. فالذي يمسك قارورة الخمر هو ليس في حاجة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان الرجيم قد جثى به على ركبته أمام قارورة الخمر. لكن الشيطان يأتي فقط عندما تكون في الطاعة، ولهذا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في سورة آل عمران: وإني سميتها مريم، ومريم باللغة السريانية العابدة، المرأة العابدة مريم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من ماذا؟ من الشيطان الرجيم. ولهذا الصبي أو الرضيع عندما يخرج، أول ما يخرج الجنين يصرخ، وتلك وخزة الأولى من الشيطان، الوخزة الأولى من الشيطان. ولهذا يكون أول شيء نقوم به إنما هو الأذان، ثم الإقامة، ثم التحنيك، إلى نحو ذلك من السنن التي تعرفونها. لماذا قال قل؟ بعض الدكاترة هنا يعرفون جوانب من علم النفس. عندما يكون الإنسان في حالة نفسية متعبة ويكون في حالة كتمان لمجموعة هائلة من الهموم، فهو يبحث عن صديق يسليه أو يواسيه، ولا بد من شكوى لذي مروءة من صديق يسليك، يسليك أو يسمع منك أو نحو ذلك. الإنسان في طبعه أحيانا يرفض، أحيانا الإنسان كبرياؤه، وقد رأينا بعض الناس هكذا، إما لأنه لا يثق في أحد، وإما أنه لا يجد ولم يجد أحد. وفي زماننا يكاد هذا السبب وارد
عند الناس، لأنه ليس العبرة بأن تحكي، وإنما العبرة بأن تستشير من له عقل. ولهذا الإمام مالك بن أنس كان يقول رضي الله عنه: من استشارك فقد أتعبك وأراح نفسه. لاحظ. وبالمناسبة الذي يستشيرك في مسألة كأنه يضع عندك أمانة. بعض الناس عندما تأتي فتستشيره يجيبك وهو يسرع يمشي: أخي أنا لا أرى هذا الموضوع، أرى كذا. يا أخي أنا ائتمنتك ووضعت فيك ثقة. وبعدين هناك استشارات في القمة، في موضوع زواج، في موضوع تطليق، في موضوع بناء بيت، في موضوع انتقال، في موضوع يعني مواضيع خطيرة ينبني عليها مستقبل أسرة أو مستقبل شخص أو مستقبل تجارة أو نحو ذلك. من استشارك فقد أتعبك وأراح نفسه. لهذا القرآن عندما قال: قل، علماء النفس يقولوا بأن الإنسان الذي يكتم هذه الأمور قد يصاب بما يسمى بالكآبة. واضح؟ الكآبة. والكآبة هي أن يعتزل الإنسان الناس ولا يرضى أن يكلم إنسية. يدير كما مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم ماذا؟ إنسية. عندما يذهب عند الطبيب النفسي، أرجو أن تتابعوني جيدا في هذه النقطة حتى نربطها بموضوعنا. عندما يذهب الإنسان عند الطبيب النفسي، قد رأيتم في الأفلام يعني المخرج يزيد لها واحد النمرقة، واحد التصور، فتلقاه يقول للمريض: افتجع يا أخي هنا، مريض أو مريضة، وبعدين يحط له إما شمعة، إما يضيء ضوءا خفيفا، ويمسك دفترا، ها؟ يمسك في يده دفتر أو دفترا نوتبوك، ويبقى يقول له: يلا احكي احكي. فأول ما يبدأ يحكي يقول له: احكي لي كل شيء من يوم ما بديت تعقل. وبعدين الطبيب لا يمل، لأنه هذا شغله، يمد له نصف ساعة في اليوم، ثم يعطيه موعد آخر، ثم موعد آخر، فيعمل له حصص. عندما يذكر هذا المريض مجموعة هائلة من الأمور، في أول خطوة من العلاج أنه أخرج ما في صدره. فمجرد أنه قال فقد أفضى، أفضى كل شيء، أفضى يعني نقص. الأمر الثاني، عندما يذكر ما به من علل وأسقام، الدكتور النفساني يستطيع أن يحدد حالته التي يعيش فيها. يقول لك: هذا الرجل يعيش دراماتيك سيتويشن. دور الطبيب النفساني أنه يضعه أن دراماتيك سيتويشن، ذا أوبوزيت. لكن كيف يضعه أن دراماتيك سيتويشن؟ بأنه يستطيع بفنيات وعبقرية في الأداء أنه يصغر له مشكلته، وله فنيات عديدة في ذلك. لكن النتيجة والحوصلة في الأخير أن الطبيب النفسي يستطيع إذا أخرجت له مجموعة هائلة من قصص حياتك أن يستنتج بأن شخصيتك قد مرت ببعض المطبات وبعض الجروح التي لا تزال تعاني منها إلى الآن. وأقول لكم من سن السابعة هكذا يقول العلماء، مرورا بالعاشرة يتأثر الإنسان بمجموعة هائلة من الأمور قد تحدث معه في كباره، وسيتصرف بنفس السلوك الذي تصرف به وهو في سن السابعة أو العاشرة. هنا الله عز وجل عندما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل، ما معنى ذلك؟ أي أنك فعلا مهموم بمجموعة من التحديات، مهموم، أنت محاصر يا رسول الله بمجموعة هائلة من التحديات. نحن يأتي الرجل فيقول لك: أنا أعيش حالة من القلق، ستريس، أعيش حالة من القلق، أعيش حالة من التذمر. عندنا في بلادنا العربية يصدق الرجل الشعوذة، يصدق الرجل والمرأة الشعوذة، ولا أقصي بلدا، في كل البلاد مغربا ومشرقا. ثانيا يصدق الرقية،
والله الذي لا إله غيره، صدقوني بالتجربة، لو أننا مثلا بدأنا الرقية الآن في هذه القنينة، ما هيش موجودة الرقية في توليدو ولا في أمريكا، قليل. لو بدأناها الآن وبدأنا نقرأ في الماء ثم تناولها أحد الإخوة أو إحدى الأخوات فارتاحت، ثم قصت القصة على أختها بأنه في اليوم الفلاني قال الشيخ رقالي الحمد لله، لصار الطابور من هنا حتى الكولومبوس. لو ذهبت إلى أعلى جبل في فلسطين أو في الجزائر أو في الأردن أو في أي مكان ووصلت إلى قرية لا تعرف الرقية أبدا، لا تسمع بالرقية، وقلت تعالوا يا شباب أنا عندي حل نرقي لكم في الماء، وقريت لهم القرآن في الماء، لصرت أغنى الناس ولا ترك الناس الطبيب النفسي. ثلاثة، اليوم في بلادنا أعرف حالات حقيقية حقيقية لمشاكل تعتمد على قل. احكي احكي لي يا بنتي، احكي لي يا وليدي، احكي لي يا عريس، احكي لي يا عروسة. من خلال تجربتي 25 سنة في الميدان أستطيع أن أجزم الآن بأن 99% من المشاكل لا علاقة لها لا بجد ولا بسحب ولا بهذه الأمور، إنما مشكلتها كما قال القرآن قل. مجتمعنا العربي اليوم إضافة إلى الأمية المضروبة عليه ازداد أمية فوق الأمية، فيه جهل مربع الآن صار في الجهل المسدس المكعب، يعني المربع يقدر يعرف باللي راه جاهل لكن المكعب من كل الجهات للأسف، وصدق هذه الأمور ولم يعرف إلى الآن بأنه كما أنني أمرض مرض في تخصص أخونا أبو خالد فأسأله، أو في تخصص دكتور آخر فأسأله تماما، فاسأل به خبيرة تماما بتمام أنني ألجأ إلى طبيب اسمه الطبيب النفسي الذي درس هذا الأمر ويحتاج منك أن تسمع له وأن يسمع منك. مهم جدا هذا الأمر أيها الإخوة أيها الأخوات. قل أعوذ برب الفلق، إذا تكلم تكلم يا رسول الله. يقول أحد العلماء، يقول أحيانا بعض الناس مش كل الناس عندهم كبرياء، بينه وبين نفسه يملك كبرياء يخليه لا يعترف بأنه يحتاجك، وهو بينه وبين أن يخفف على نفسه أن يختار أحد الإخوة الثقات الأثبات، الثقات الأثبات فقط، لكن هو يرفض ذلك ويعيش بهمه إلى أن يدخله ماذا؟ القبر. قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ يقول أهل العلم هو الصبح في بزوغه، عندما يفلق الفجر أنت لا تعرف ما الذي ماذا؟ ما الذي سيحدث؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، هذا الكلام في القرآن العظيم سورة الأعراف، الله عز وجل يتكلم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي يجي يقول لك أنت يا راي عندك كذا وكذا وسيكون كذا وكذا، اليوم يا إخواني وأخواتي الدجل وصل لبلادنا بشكل عجيب، حتى صاروا ينبئون الناس بما سيكون في المستقبل، والناس صارت تصدق تصدق ذلك، قنوات فضائية تتصل بالناس في بيوتها وسمعتها بأذني يقول لها عبر التلفزيون إن تلك أو ذلك الصحن أو ذلك المكان الذي تضعين فيه الزهور فيه شيء قد وضعته أختك عندما جاءت في الزيارة الفلانية، سمعتها بأذني، كانت قناة عراقية يومها، وصدقها الناس. ونحن عندنا القرآن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وعندنا في رواية البخاري الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للجارية، جاءت جارية فقالت يا رسول الله إذن لي بأن أغني وأضرب الدف عند رأسك، فأذن لها أذن لها أن تضرب الدف وتغني، فكانت تقول كلاما جميلا، ولكن فجأة ماذا قالت؟
وفينا نبي الله يعلم ما في غد، هذه في الأغنية. فقال كف عن هذا. ولهذا ابن حزم يقول الغناء كلام حسن هو حسن وقبيح هو قبيح. الكلمة اللي قبيحة قبيحة سواء غنيتها ولا أذنت بها في الأذان ولا كتبتها، القبيح قبيح. فقال قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. قال دعك من هذه، مين اللي قال لك أنا نعرف الغيب؟ مين قال لك؟ مرة أحد الناس اسمه أبو السائب توفى، فواحد العجوز جالسة في المأتم، وهذه فليحذر منها الناس ويستدلوا إن شاء الله بهذا الدليل باش يبطلوا هذا الطبيعة تزكية الناس. فصارت تقول لله درك يا أبا السائب، هذا الحديث في البخاري يا إخوان، لله درك فإني أراك قد ارتحت وراك في الجنة. فاسمح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة الله انظري ما تقولين، والله أنا رسول الله لا أفعل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ألم نقرأ القرآن العظيم؟ قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، الرسول اللي قالها. وعندنا باب في البخاري اسمه لا يقال فلان شهيد. اليوم اللي يمشي يطيح فوق عمود، تضربه سيارة، اخرج للمسيرة طبعوه فقط، كان راح يشري الحليب، اخرج كاره من البيت، خلاص الماتش طلع لبرا شهيد. لا، تقول نحسبه كذلك. أما التزكية هذه التي تمر بدون إذن هذه وبدون دليل مشكلة كبيرة. ولهذا في البخاري لا يقال فلان ماذا شهيد. إذن قل أعوذ برب الفلق، كل شيء يجيب الفلق. قال من شر ما خلق. يا ربي خلقت الشر، خلقت حاجة فيها شر؟ لا يوجد شيء في الكون ليس بعلم الله عز وجل، ولكن البشر حين اختاروا الشر لأنفسهم آذوا به أهل الخير. وجعلنا بعضكم لبعض ماذا؟ فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذن الإنسان يتعوذ الصباح لما تكون رايح لشغلك، تتعوذ من أول شيء برب الفلق من شر ماذا؟ ما خلق. كل الأنواع، دواب، حيوانات، ناس، بشر، إلى نحو ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق إذا وقب هو الليل إذا جاء، على أرجح التفاسير. احنا عندنا مثل في بلادنا يقولوا الليل ما يجيبش حبيب. يعني انت بالله عليك واحد على ثلاثة صباحا إذا رن التليفون واش راك معزوم للعقيقة؟ تخيل واحد على ثلاثة صباحا واش هكا شيخ اسمع لا بس الحمد لله راك 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 دهشني راح يحبس قلبي، قول لي واش تحاول، راك معرض ان شاء الله تزوج بنتي. انا ما نجيش على خاطر راك قتلتني، انا دوك نبقى سمانه وانا مشلول من الخبر هذا. واضح؟ اذا الليل هذا ما راحش يجيب حبيب. طارق الليل مخيف مرعب ولا لا؟ فيه واحد مره نحكي لكم هذه نكته، فيه واحد جزائري زوجته تقول له شد لنا سياره يا اخي، وهو شويه شحيح، فبيفكر في ايش؟ يفكر انه اول ما يشري سياره جيرانه حيقولوا له خذنا، هو ما بدوش يشري سياره. فاول ما شرى السياره في نفس الليله اطرق طارق، وكان عارف انه زوجه جاره كانت حامل، فقال لها شفتي؟ اكيد جارتي راح تولد، اذا لازم انا اخذها للمستشفى. فطرقوا الباب فجات زوجته تبكي، قالت له أمي ماتت. وإحنا عندنا في الجزائر أمي إما تقولها الأب الأم الزوج فتقول لها ماما أيضا، وإما تقول لها الأمها، ففي اثنين ماما. فصارت تبكي بصوت مرتفع، قالت له ماما ماتت. صار هو يهدأ فيها ويقرأ لها في القرآن ويقول لها وبشر الصابرين وكذا. فلما خلاص نشفت شوية دموعها قالت له يلا يلا نمر على أختك ونروح ناخذ أختك في طريقنا. فما فهمش الرجل، قال لها ليش ناخذ أختي معك احنا رايحين لأمك ماتت؟ قالت له لا أمك أنت ماتت. فصار يصرخ ويكفر يقول فيك لا. قالت له ليش كنت تصبر فيا؟ قال أنا نحسب أمك اللي ماتت. يعني التقوى نزلت لما كان ظن باللي أمها اللي ماتت، نسيبته حماته يعني. فطارق الليل هذا لا يأتي ماذا؟ لا يأتي بخير.
أعوذ بالله إذا وقف، ومن شر النفاثات في العقد. بالمناسبة لهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بعد العشاء، وقال ثلاث عورات لكم القرآن، ولا لا؟ في بعض الناس يتصل بعد العشاء. أحد الإخوة اتصل بي مرة في الجزائر، من الجزائر كنت وحدي سنة 95 هون، فصحاني على 4 صباحا، الفجر كان على 5:30. نعم يا أخي، قال لي الشيخ إن شاء الله صحيتك في وقت. قلت له لا غراها 4 صباحا، وبأدب يعني مش بغضب. قال له الفجر إمتى؟ قلت له والله 5:30. قال لي سبحان الله، وقت ممتاز باش نحكو، لأنه في الجزائر كانت 11 صباحا، فوقت ممتاز عنده مش عندي أنا. فطارق الليل هذا أقل شيء يجيب لك ستريس. ومن شر النفاثات في العقد، طريقة من الطرق اللي يعملوها أكرمكم الله وأعاذكم الله السحرة اللي يحبوا يأذوا الناس. ولهذا أقول جاء في الحديث الصحيح الموبقات السبع، ما هي أو من بينها؟ طبعا أكل الربا، ها ولا لا؟ قذف المحصنات، القتل، الشرك، ترك الصلاة، لكن من بينها السحر. السحر، السحر اللي يأذي الناس. نعم موجود السحر، موجود. وبعض الناس للأسف الشديد في بلادنا اليوم يمتهنونه. بالمناسبة السحر ماشي هذاك اللي كانوا يجيبوه لنا في أيام الدراسة، نعطوله كوارتر هكذا عشان يفرحنا، صاحب اليد الخفيفة. لا لا لا، مش هذاك الساحر، هذا اللي خرج الحمامة من، مش هذاك اللي حرام، هذاك لعب، هذاك لعب باليد، لعب خفيف كما نقول. السحر الذي يؤذي هو ترتيب النفاثات في العقد والعياذ بالله في الشعر. وبمناسبة هذا الكلام الخطير ننبه إخواني، ننبههم لواحد القضية خطيرة، رغم أنه في أمريكا ما تحدثش إلا نادرا، سمعت بعض المحطات، لكن في بلادنا في فلسطين ولا في أي بلاد أخرى، مصر ولا، موجودة في الجزائر، موجودة عندنا. يذهب الرجل فيأتي بالراقي، خلاص المرأة الفلانية مسحورة أو الرجل الفلاني، وأنا شفت حالات بتخوف تخوف. لكن ما الذي لاحظته؟ إذا جاءوا براقي ليست له خبرة وليس راقي شرعي، المريضة تتكلم على لسان الجان، فيقول لها من الذي وضع لك السحر؟ يسألها بقوة، لكن الأسرة كلها تكون مجتمعة، فتكون زوجة أخوها مسكينة جايبت لهم قهوة، هي جايبة القهوة، فتنطق المريضة تقول لها زوجة خويا هي اللي عملت لي السحر، فيكون أخو المريضة واقف فيضربها بهذاك اللي جابته القهوة هذه. أول ضحية يحرق لها وجهها تصديقا لكلام الدجال هو من، لكن من المفروض يحرق وجه الراقي، لو أنا ما كانوا أصب القهوة فوق الراقي. اللي جاء عن جهل دخل عائلة كلها في ماذا؟ في فتنة هوجاء. والذي رفع السموات بخير عمل، لقد طلقت نساء بريئات بسبب إخراج الجن، لقد تدمرت علاقات أسرية بين الأخت وأختها اللي ما عندها حتى علاقة، بسبب ماذا؟ بسبب أن الرجل يدعي الراقي بأن الجن تكلم على لسان المريض وقال أن أختك هي اللي عملت لنا السحر، وتقطعت أوصال الجماعة والعائلة الواحدة، وإلى الآن ما زالوا يصدقوا في هذا الأمر والعياذ بالله، ويصدقوه يصدقوه. لما يبرى المريض يقول لي قول أنا ما قلتش، لكن خلاص الأخرى طلق زوجته والأخرى هجرت عمتها، وهذا أخوه قال له والله ما زيد تدخل لداري. حضرت في قضية مؤخرا، أقسم لكم بالله غير حارب إخوانه فتني لا لشيء، إلا لأن الراقي أخبره عن طريق الجن بأنه سبب في السحر هذا كله أخوك الفلاني وأخوك الفلاني اللي يسكنوا 1000 كيلومتر وتقطعوا أرحامكم. تقطعوا ماذا؟ أرحامكم. أحكي لكم قصة حقيقية على شر النفاثات في العقد. في الجزائر بنت يعني 20-25 سنة تزوجت جديد، فعم العريس يقول لي أنه ابن أخويا
من يوم ما تزوج وزوجته مريضة يعني مسحورة. قلت له يا راجل قول كلام غير هذا، عروس مسحورة ومريضة؟ المهم ترجاني أن أحضر. هذا الكلام عنده حوالي 6 سنوات 7. صدقوني يا إخواني، جالسين كلنا، العم الزوج، فراحوا جابوا الأخت العروس هذه اللي عندها يدوب شهر من اللي تزوجت. فجات العروس قعدت، أنا أعرف أبوها لكن ما كانش حاضر. فقلت أنا دائما أستعمل هذه، قولي لازم تحكي مع الناس، لازم الكلام. فبسأل الزوج، والزوجة جالسة مهبطة راسها هيك، لم أكلمها أبدا ولا أعرف اسمها. فقلت للزوج نسألك سؤال يا أخي، أنت كم عندك من اللي تزوجت؟ قال لي والله يا شيخ عندي حوالي شهرين، شهر ونص. سؤال الأول، لاحظ سؤال الأول. قلت له أنت الوقت اللي تدخل فيه للبيت متى؟ قال لي ندخل 11 ونص 12 ليلا. تخيل، مازال الرجل عزابي، مازال عايش حياة العزوبية. اثنين، قلت له هذه الزوجة هذه اللي معك، من نهار تزوجت بها طلعت وفطرت برا، تعشيت برا، قعدت معها في الغرفة حكيت شوية؟ قال والله أنا بطلع أتعشى بس مع أصحابي، وكل ما أسأله يقول لي أصحابي. الرجل ما هوش عارف شنو الزواج، صدقوني. ذبح البنت في أنوثتها، ذبحها دخلها للبيت، غلق عليها وحسسها أنه هذه ما هيش أنثى. فقلت له صدق الله العظيم، أنت الجن تبح فعلا، فيه جن. قلت له أنت الجن. تعرف إيش اللي حدث لما قلت له أنت الجن؟ ضحكت العروس ضحكة كأنها مش مريضة، صدقوني مش مريضة. هذه عشتها أنا، حكيت نيابة على الأخت وكأني كنت عايش معها، فحسستها أنه أنا أقول عنك الكلام اللي لازم أنت تقوليه لكن تستحي. في الجزائر لو واحدة تروح تقول له أنت ليش راك تسهر وليش كذا، يقول ليش بكذا. فبالتالي لما كانت بنت صغيرة شوف، فصارت تضحك وشربنا قهوة، وقلت للرجل تأخذها البيت أهلها 3 أيام ثم والله ما فيه علاقة للجن ولا للنفاثات في العقد. بسبب ماذا؟ المحاورة والحديث. لكن لو تبعنا الطريقة تاع الرقات ممكن يقول خالك هو اللي عمل لك هيك، ويروحوا يضربوا خالهم، وخاله يكون في الجبل ولا في مكان بعيد. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد، والعياذ بالله. إخواني الحسد مش سهل. الحسد يقول العلماء كل ما رضي يبرع منه صاحبه إلا الحسد. ليش؟ لأن الحاسد مربوط بالمحسود عنه. يعني واحد حاسدك على أنك عندك سيارة جميلة، صحيح؟ إذن يبقى مرض الحسد في قلبه فيهلكه، حتى ماذا؟ حتى تروح سيارتك. فطالما سيارتك مش موجودة إذن هو ماذا؟ يبقى مريض والعياذ بالله. والحسد هذا موجود. نوع من أنواع الحسد، قسم من أقسامه، يحسد الإنسان فيصيب أخاه بالعين. جاء في حديث صحيح عند ابن تيمية وغيره أن رجلا اغتسل في الحمامات التركية. تعرفوا الحمامات التركية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتحون أرضا تجدون بها حمامات، ها؟ تجدون بها ماذا؟ حمامات. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلها إلا وهو متزر، ولا يدخلها إلا وهو وإلا بمئزر. وفي رواية فلا يدخل حليلته الحمام إلا من مرض أو نفساء. واضح؟ هذو يغسلوا فيها كلهم مع بعض الرجال، ثم يجوا النساء أيضا في المساء. احنا موجود في الجزائر بس مشكلتهم لا يتسترون، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الحمامات. نعم. فإذا بالرجل يغتسل عريان في النصف العلوي فيسقط، فجأة يسقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوه قال ما بال أحدكم يقتل أخاه. الله أكبر، هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شافوا يتخبط قال ما بال أحدكم يقتل ماذا؟ أخاه. لما شافوا البشرة تاعه بيضة وحلوة وشابة، جميلة، عوض يقولوا ما شاء الله صدره جميلة، فيه البعض هكذا. فهذا اللقطة تاع شاف جسم تاع أخوه فإذا به عينه. جاء في الحديث الصحيح العين حق، ولو سبق
شيء القدر لسبقته العين، وإن العين ما يدخل الجمل القدر، وما يدخل الإنسان القبر. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد امرأة بها صفار في عينها، فقال استرقوا لها. وهنا يا إخواننا نجيبوا الدليل هذا تاع استرقوا لها باش نبينوا باللي الرقية ماهيش حرفة. احنا اليوم في بلادنا كل واحد فتح لي متجر وجايب مية مثل هذه يشريها بكوارتر وبيعها $20 لأنه قرأ فيها آيات، ولا التجارة ولعب. واضح والله العظيم لو كان الرقية هكذا احنا نكون أفضل من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هل كانوا عاملين محلات؟ لا. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة وجد علي بن أبي طالب العين بتاعه صارت حمراء، صار ما يقدرش يشوف، ولحقت غزوة من الغزوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه وشوية من بوزاق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فصارت أجمل من الأول. مين اللي عنده بوزاق تاعه دواء؟ يا رجل انت لو تحط البوزاق تاعك في عين واحد تولي ماشي عين، تولي وذن. والله ترجع حاله أذن يا رجل. هذا الراقي هذا لو يحط بوزاقه في عين واحد راحت عليه. واضح؟ فبالتالي لازم نفهم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قال ألا تسترقوا لها؟ شوف ألا تسترقوا لها؟ اليوم راه فيه دجل، اسمحوا لي بهذه العبارة، صارت الرقية أقرب منها إلى الدجل، مع عدم استثناء الرقية الشرعية التي يتأدب أصحابها بالرقية الشرعية وتقوى الله عز وجل وخوف ربي. وفيه بعض الناس والله بركة، البركة من أولياء الله لا تنزع، سواء في النساء أو ماذا أو في الرجال. سيدنا عيسى بن مريم كما ثبت عليه كانت المرأة تأتي فتمسح على ردائه فتشفى، يقول يا أمة الله تعالي، والله لا تقول عيسى أشفاك بل الله هو الذي أشفاك. ردي بالك، ما كانش يحب يلصق الناس فيه أنه ماذا؟ أنه هو سبب الشفاء سيدنا عيسى عليه السلام، رغم أن الله أعطاه هذا الشيء. ها؟ يكلم الناس في المهد، ها؟ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ها؟ ويحيي الموتى إلى نحو ذلك. رغم ذلك شوفوا كيفاش يربطهم بالله عز وجل. كل هذا يا إخواننا، هذه الأمور كلها فيه شيء واحد لما نقرأ سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يقول العلماء وسواس الوسواس كرر الكلمة ليكرر المقطع، كرر الكلمة ليكرر المقطع. ليش؟ إن الشيطان ليجثو على صدر ابن آدم فإذا ذكر الله خنس. ما معنى خنس؟ الخناس هو المختفي، وإذا نسي وسوس. وشوف وسوسة مثل فكوب كيبو، كرر المقطع ليكرر الحدث. هنا أيضا الوسوسة التي تدوم من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان. لاحظوا التدبر الآخر، الذي يوسوس في ماذا؟ والله أنا نعرف الوسوسة تحدث على مستوى القلب، الوسوسة تحدث على مستوى الدماغ، على مستوى الفكر. لا، لاحظ القرآن، من شر الوسواس، متكرر الوسوسة، دائم الوسوسة، الخناس المختفي الذي يوسوس في ماذا؟ في صدور الناس. أضرب لكم مثال، لو قلنا أن الجيش حاصر المبنى، وقلنا الجيش حاصر المدينة كلها، تريده أيهم أكبر وأخطر وأبلغ؟ حصاره للمدينة هو أشمل. الشيطان لا يكتفي بأن يوسوس داخل القلب، وإنما يضيق عليك كل المجاري الموصلة للقلب، فكأنه يجعل الضغط على مستوى الصدر. وإذا لاحظته لما تصير فيك ضيق واش تعمل أنت؟ ما تشدش في قلبك دائما، واش تقول؟ نحس بضيق في صدري. حتى في المسلسلات في الكذب، يعني قصدي حتى لما يكذبوا الدجالين هذو تمس ويطيح، هو ما كاين والو تمثيل. لكن ليش؟ حتى الإشارة هذه توحي بمعنى أن الوسوسة في الصدر حتى يغلق عليك كل المجارب. سبحان الله، فعلا هذو الناس اللي بعاد على ذكر الله الصدر دائما ضيق والعياذ بالله دائما. ولهذا قال تعالى في
في قضية القرآن، ألا بذكر الله ماذا؟ تطمئن القلوب. نعم. من الجنة والناس، هنا سبق الجن على الإنس. ها؟ في آية أخرى قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طيب سؤال، لماذا سبق هنا الجن على الإنس؟ سهلة، لأنه يتكلم عن الشيطان. فالبادي هنا بالظلم والوسوسة ما هو؟ هو الجن. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فعندما كان التركيز على ذكر شيطان الجن بأنه هو الذي يوسوس ابتدأ به، فقال من الجنة ثم قال والناس، دل ذلك على أن من الناس من يأتي في صورة إنسان ولكنه شيطان. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في البخاري فإذا برجل يأتي وراء الشجرة فيقول له ستنزل عليك صورة الدخ يا محمد، قال أخرج يا عدو الله، وفعلا نزلت صورة الدخان، لكن استرقها شيطان، استرقها في الملأ الأعلى، فاسمع كلمة الدخ، النون ما اسمعهاش، فقال له ستنزل عليك صورة الدخ يا رسول الله، قال أخرج يا عدو الله. عرف. نعم، هذا الشيطان يسمع الدخ، هي الدخان اختفها. واضح؟ ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، من اليوم ما كاش واحد يزيد يقعد يسمع. واضح؟ طيب، في دليل آخر، أبو هريرة رضي الله عنه في يوم من الأيام يأتي فانحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله جاني واحد الرجل طيب حفظني آية الكرسي. فالنبي يضحك معه قال له أتدري من الذي جاءك وحفظك سورة آية الكرسي؟ قال له يا رسول الله والله واحد طيب ما نعرف لا حومته ولا بلاده ولا منينه. قال إن ذلك الشيطان صدقك وهو كذوب. إذن حتى إبليس يقدر يجي يقعد معك ويدرسك الأحكام. واضح؟ دليل ثالث، الآدمي شيطان أكثر من الشيطان إذا تحول إلى شيطان. الآدمي إذا حب يعمل مشاكل والله إنه لا يفعل مشاكل في الخلق لا يفعلها الشيطان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع القوم عليه ليقتلوه جاء الشيطان فجلس في دار الندوة في صورة شيخ من نجد بالعمامة السوداء وكل شيء، وهي نفس الحالة التي ظهر بها في غزوة بدر، وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، جاء في صورة شيخ من نجد لابس أسود وعمامة سوداء وكل شيء وعنده فرس لأن الجن يتمثلون. فجلس الشيطان في صورة شيخ من نجد مع جماعة قريش، فكل واحد مد رأيه حتى الشيطان مد رأيه كيف يتخلصون من رسول الله. من الذي أعطى الرأي الصواب بعدين ليعجبهم؟ ها؟ لا، مين؟ أبو جهل. أبو جهل رفع أصبعه قال لهم كلكم ما عندكم شرايا، أنا رأيي أن نأتي من كل قبيلة بفاتة يضربونه، ما شفتوش الرسالة، يضربونه ضربة واحدة فتتفرق دماؤه. الشيطان قالوا حول ولا قوة لا إله. ممتاز يا أبو جهل، حقك أنت تكون في بلاستي ولا في المكان. نعم، إذن الشيطان يقدر الآدمي يورينه، ولهذا رب العالمين قال شياطين الإنس والجن ماذا؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف ماذا؟ زخرف القول غرورا. نختم لكم بهذه نكتة طريفة. قال لك الشيطان في الجزائر، نكتة، الشيطان في الجزائر الكبير جلس مع الشيطان الصغير مع وليده، قال له يا وليدي نقول لك الشعب الجزائري هذا ما فيش داعي نقعدوا معه والله ونعملوا فيه الخير غير يبقى يلعن فينا. قال له يا بابا هذا الشعب مليح ونقدروا نعيشوا معاه. قال له تحب تعرف؟ قال له راك تشوف هذاك الغني اللي راه في السوق؟ قال له أني نشوف فيه. قال له راك تشوف الفقير اللي راه جالس أمامه؟ قال له أني نشوف فيه. قال له يا وليدي، هذا الشيطان الكبير بعث وليده، قال له يا وليدي روح لهذاك الغني احكي له في وذنه قل له شوف ايش رأيك انت صاحب مال وغني
ليش ما تشتريش بطيخة كبيرة من تحت القلب هذيك في زمن الصيف وتتبرع بها لهذا الفقير؟ فراح ليه قنعه فعلا، قنعه صدقك وهو كذوب. فراح الشيطان هذاك قنع الولد، قنع الغني هذا. فالغني يتحمس، قال صاحب البطيخ بائع البطيخ، قال له اعطيني أكبر بطيخة، أكبر بطيخة في العالم هاتها لهون. أعطاله بطيخة ضخمة ضخمة، فمسكها الغني فراح باش يوديها للفقير، سقطت. فلما سقطت بانت باللي بيضة مش حمراء، فصار يتخاصم مع مين؟ مع البائع. ليش قلت لي حمراء؟ ويقول له أنا ما دخلتش داخلها ومش عارف ولا أعلم الغيب. فبدأوا يتصارعوا، فولى كل جزائري يجي لهم يقول له مخزو بليس، لعنة الله على بليس، هو اللي جابها بينكم، والله الشيطان هو اللي جعلكم تتصارعوا وتتضاربوا، لعنة الله على بليس. فرجع الابن قال لأبوه والله عندك الحق. قال له شفت يا وليدي، أنا دعيتهم للخير، ها أعمل أشري بطيخة والفقير كان راح يدي بطيخ، شبعونا سب يا وليدي بدون سبب. ما هو الشيطان بيقنع الرجل في بلادنا الإسلامية، يقنعه أنه يشري بيت ويبنيه، هذه من الحرام، هذه من الربا، هذه من كذا، وبعدين يجي أخوك الجزائري يحط هذا من فضل ربي في الأخير. فالشيطان يشد في شعره، لا حول، هذه أمة عجيبة، يحطها بالفايونس يصبخها كويسة ويحطها له عند الباب، هذا من فضل ربي، فالشيطان ما يزيش يدخل. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات أن ننتفع بالآيات والذكر الحكيم. هذه فقط جولة عبر آيات بينات من هاتين السورتين حتى نستفاد إن شاء الله ونعرف ونخرج الحكم والدلالات من القرآن العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.